الخدمة النهاردة 14 مرة. احنا رايحين دلوقتي حوش الربيع ناكل أكلة جميلة إن شاء الله. سمعت اللي هو مش حوش بس، سمعت اللي هو كل حاجة تانية، فاحنا رحنا نجرب إن شاء الله حاجات تانية ونجرب برضه الحوش عشان ما انت معشوق الاكل ينزل على طول. ينزل مع يوسف لو خلع مفيش دلع. واللي الشيكه مش في حياته كل الحلو فات. ربنا عليك صالح الجزار بيضرب نار. نقول له عامل عند حوز هنا، نقول له عامل مش الربيع عمر ما حد بيغلبه. عالسقف عالسقف عامل زي ما انت هزاره اجيب سابه. الربيع بقى هم احنا قلنا يا عم اللي ما جاش حوش الربيع حقه بيضيع. هقول لك الشعار الجديد، واحد عكاوي كله واحد بصل هاته وكمان كوارع مخيل وصاد بالو دي كفتة داود باشا عنده ايه؟ كفتة داود باشا هنجربها بالطحين. انا فين طحين؟ انا مش طحين، انا بابا غنوج. بابا غنوج ما جاش، يبقى نجربها من غير بابا غنوج. الحاجات دي عنده حلوه ولا وحشه؟ لا حلوه قوي. حلوه قوي والله. كفتة داود باشا حلوه حلوه قوي. طبعا ما كانش جديد قبل ده. رز اهو. رز اهو. شوف بقى بص عامل ازاي. ورقة لحمة بص عامل ازاي. ورقة لحمة انا هاكل، معلش اعمل كده انا بقى ندوق ورقة اللحمة. الرز جامد عامل ازاي. ايه ورقة اللحمة من بره. ورقة اللحمة حلوة جدا يا جماعة والله، طرية جدا طرية جدا. ايوه ده المنبار رقم واحد. عامة وقت اللحمة طلعت رهيبة. هات حاجة صوت ندوه المنبار. وانا بقول لك اي كلام في المنبار اهو. خد ورقة اللحمة ورقة كده بالصوص فاضية. طبعا كمان اهو بيتنا كده حلوة جدا. اول ما ندوق السجق اهو كبسي كبدة عالمية طرية طرية موت. يا رب يا رب عندنا حوش سينا نقول له عمينا مطعم الحواوش الربيع اسمه حواوش. الله ينور. كله تمام ناس كويس حاجة. الله يخليك يا رب. شو كله تمام حواوش حواوش الربيع. هو اسمه حواوشي. اسمه حواوشي. فندوق بقى الحواوشي بتاعه عامل ازاي. بس انا سخن نار فممكن نأجل شويه الضوء. كبده كبده انا خلاص على جنب عندي عشان طحينه بقى. والسجق اهو رابعه. السجق عامل ازاي؟ اول مره ادوق سجق يا دوب. بس في حاجات هما بيحطوا حرق كتير ف ما بحبش حلاق. ما فيش حلاق والله. طب مش هقدر اقول لكم الفي عامل ازاي. حاولت احط المطعم بتاع حاولت ادي حاولت على اليمين والسجق على الشمال. حاولت بالسجق بالجبنة. الجبنة منتشرة حلو جدا. حواوشي الربيع يعني حواوشي هو احلى الله. يا نهار ابيض قبل على الله قبل على الله. طحينه روعه. طحينه هنا طحينه بتاع زمان يعني كتير كتير جميل جدا. ما ينفعش تجيب كتير. احنا جبنا ورقه كبده ورقه لحمه ورقة سجق وطاجن سجق وكل صباع كده و... وايه تاني ومنبار وحين حواوشي
مش قادرين نخلص. في حاجه ثانيه هنا ورز ومخيم وكفته داود داش ممبار محدش عارف يخلص. اكل كله لو صورتهولك من زي ما هو هنوري لكم ده. لا لا انا ما يعني كتقييم الاكل بالنسبه يعني كديله كام من 10؟ النهارده التقييم ممكن 11 من 10. والخدمه وكل الصراحه الخدمه النهارده 14 من 10. كل ممتاز انا مش قادر اكلك يعني والله بعد تبقى لناس رهيب تبقى رهيب يا ابن لكن الوضع رهيب الحواوشي احنا غطينا خلينا حواوشي ليه جاي انا اجيب حواوشي بس عشان باقي او يجيب الباقي بس كله او يجيب الباقي بس كله اما يجيب مع بعضيهم مش عارف تخلص والله ما تعرف تخلص لو جبت الحواوشي والحاجات التانية لا تجيب الحواوشي بس هتجيب حاجات تانية بس الحواوشي انت ماشي كده داخله بالليل كان الاخر التاني جميل جدا ما ينفعش تتساب والحواوشي ما ينفعش تتساب من الاخر يعني بص السجق اللي تبدا انا كنت فاكر هي السجق اللي اسمه كفته دي على الشيش ديت اللي هي اللي هي الصابع طلعت كفته دي حاجه جديده بس كفته رهيبه موضوع حلو انا بحسب الموضوع مش كده موضوع حلو والله ما قادر انا في حاجه ما كنتهاش ايه هي بقى انا اخدت كله بس انتوا جايبين لي اللي هو ورد السجق ده الانسان اللي فيها الصوص اخدت كل السجق وكله عربيه قاعد يمنا والله بيحط لنا ده الطبق قاعد يمنا انا فيها الصوص ده لا في السجق كله وساب لنا الصوص يعني قله ادب ده حقاني انتوا فاكر سايبين لي مخيم عشان التصوير وتحط عليا كلمه التصوير واحدة صوب المجال. انا بالنسبة لي ما بحبش حاجات النشرة اللي هو السجق جريل وحاجات النشرة. بس هنا في ده طعم تاني. بس برضو انا بالنسبة لي احسن حاجة اللي هي السجق اللي هو الورق. اللي هو الورق دي السجق. اما الحاجات النشرة دي مش تلطفات. ده مشوي حلو جدا. هو مشوي كله حبه انا حبيته برضو بس مش احسن حاجه الحواشي من نفس الحاجه اللي انت كنت بتاكلها في حياتك الحواشي بس تقيل الطحينه هنا من احسن الطحينه اللي انت بتاكلها في حياتك الكبده هنا بقى مش محتاجه تقيل هي اصلا ما قلتش المفروض تكون حواشي ربيع حواشي كبده والربيع كبده الربيع حواشي وكبده الربيع حواشي ربيع اما بالنسبه لل الايه ده الكفته داود بدر ورق الربيع بس انا ورد اللحمه الربيع والله ما خدت منك حته واحده واتكشف الباقي كله كده حلاوتها لا هو صراحه ورد الكبده والكبده ورد اللحمه والكبده والحواوشي وبطاطس الربيع بطاطس الربيع حلوه والله حلوه وعيش طبيعي والطحينه بتاعت الربيع لا خلاص هاي سلطه الربيع خلاص خلاص ايوه بس هتعمل فيها كده يا هو هو ده يا ابني الطلاق بقى مخيم ايه خلاص مخيم هنا مخيم كده هنا بعد تشرب هنا كده شايت ايدك كده جدا يعني كلها مخيم بص لو شفتها كلها مخيم مفيش حبه شوربه لانهم يعني حاطين لك ب 1000 جنيه مخيم تقريبا لا جميله حط بقى زي ما هي ماشي خلاص انا مش عايز